اهلا بيكم حبايبي طلبه طلبات الصف الثاني الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده مع بعضنا نحل الاسئله الخاصه بالدرس الثاني في الوحده الثالثه. اول جزء يا اولاد بيتكلم عن تشوز ذا كوريكت انسر. السؤال الاولاني يا محترمين بيقول all the following are organs of the male reproductive system. كل الاعضاء اللي جايه دي بتخص الجهاز التناسلي في الذكر اكسبت ايه؟ طبعا يوترس اللي هو مين؟ اللي هو الرحم. اما الفاس ديفرنس وعاءان ناقلان، تيس خصيه، بينس اللي هو القضيب، كل ده تبع ايه يا اولاد؟ الميل ريبرودكتيف سيستم، ما عدا اليوترس تبع الفيميل ريبرودكتيف سيستم. اثنين، تمبريتشر اوف ذا تو تيست، درجة حرارة الخصيتين ماست بي لازم تكون أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية بدرجتين، اللي هي بقى يبقى لازم تكون 2 ديجري بيلو، اقل بدرجتين من النورمال بادي تمبريتشر. 3 ميل بيوبرتي فيتشر، الخصائص الجنسيه الثانويه لدى الذكر ار ريليتد، مرتبطه بافكت بتاثير مين؟ طبعا بتاثير هرمون التستوستيرون. لو قال الفيميل يبقى استروجين. اوكي، 4 not from the sign of puberty in male. puberty in male اللي هي علامات البلوغ لدى الذكر. مين من دول علامات البلوغ لدى الذكر؟ طبعا harshness of voice اللي هي خشونة الصوت. اوكي، اللي بعده 5 5 سبرم ترانسفير، حالات المنية بتنتقل فروم تيست من الخصيتين تو ذا يورينري جينيتال داكت اللي هي القناة البولية التناسلية اللي هي اليوريثرا ثرو. طبعا السبرم بتنتقل من التيست إلى الجينيتال داكت خلال إيه يا ولاد؟ خلال الفاز ديفرنس الوعاءان الناقلان. يبقى رقم 5 إجابتها سي. رقم 6 سبرم ار ستورد إن ذا إبيديديمس، الحيوانات المنوية بتخزن في الإبيديديمس. 7 سيمينال فلويد، سائل المنوي إز نوت إن نيتشر، طبعا ده بيبقى ألكالاين قلوي. ليه؟ عشان يعادل حموضة مجرى البول. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده يا ولاد بيقول إيه؟ رقم 8 all the following are function، كل جاي ده من ضمن وظائف السيمينال فلويد اكسبت، طبعا بيسهل حركه السبرم، بيغذي السبرم، keep the temperature of test، هي دي، كل ده من ضمن وظائف السائل المنوي ما عدا ان هو بيحافظ على درجه حراره الخصيتين. طبعا كلام مش مظبوط، لكن من ضمن وظائفه برضو يا اولاد اللي هي ايه؟ نيوتراليز، كان بيعادل the acidity of urethra اللي هي قلناها المرة اللي فاتت، بيعادل حموضة مجرى البول. 9 the knot has the size and shape of peeled almond، مين اللي كان ليه شكل البيلد almond اللي هو ايه؟ اللي هو الأوفري المبيض. 10 the right ovary المبيض اليمين in the female human produce ميتشر او رايب اوفيوم، طبعا المبيضين مع بعض بينتجوا بويضه ناضجه كل 28 يوم، لكن المبيض اليمين لوحده او الشمال لوحده ها بينتج بويضه كل كام؟ كل 56 يوم. يبقى رقم 10 نختار لها دي، 10 دي مش عارف باينه هنا، نعلي شويه كده عشان نشوف. يبقى 10 كل مبيض الرايد او الليفت اوفري بينتج بويضه كل ايه؟ 56 دايز. 11 نوت هرمون از ريسبونسبل فور ذا كونتينيوتي اوف بريجنانسي، الهرمون نوت مسؤول عن استمرار الحمل، طبعا البروجسترون. ذا فالوبيان تيوب ار كاركترايزد ويز ميني فيتشر، قناه الفالوب بيتميزوا بالعديد من الخصائص اكسبت زي ار ما عدا ايه بقى؟ ما عدا رقم دي.
قناة تفعله بيتميزوا بالخصائص دي كلها ما عدا having the size of the pale almond، دي ده تخص الأوفري. 13 the nut nourish لا هي اسمها نورش يا ولاد، انا اسف مش نورش، نورشز يعني بتغذي نورش. اوكي the nut nourishes the embryo during the pregnancy period، مين اللي بيغذي الجنين اثناء فتره الحمل؟ طبعا بلاسينتا اللي هي المشيمه اللي هي عباره عن مجموعه من البلاد كابيلاريز اللي بتغذي ايه الجنين. 14 نوت از ماسكولار تيوب، انبوبه عضليه ذات اكسباند ديورنج ذا ليبر، انبوبه عضليه بتتمدد اثناء الولاده اللي هي الايه المهبل اللي هي الفاجينا. اوكي طيب ايه الصفحه اللي بعديها؟ رقم 15 the ovum store food and nutrients in the البويضه بتخزن الطعام والمواد الغذائيه فين؟ في السيتوبلازم. 16 not of sperm contains ميتوكوندريا، اني جزء في السبرم بيحتوي على الميتوكوندريا دي اللي هو اللي بتطلق الطاقه؟ طبعا الميت بيس اللي هي القطعه الوسطى. فيميل بروديوس اونلي وان رايب، الفيميل بتنتج اونلي وان رايب اوفيوم بويضه فقط ناضجه ان ذا نقط اوف ذا منسترال سايكل، في اي يوم بعد الدوره الشهريه؟ في اليوم رقم 14 14 دايز تبدا المبيض وينتج بويضه ايه ناضجه. 18 ان هيومن فيرتلايزيشن بروسيس، عملية الإخصاب تيكس بليس إن ذا، عملية الإخصاب بتتم في الفالوبيان تيوب، الحيوان المنوي بيخص بالبويضة في قناة فالو. 19 فيرتلايزيشن أوكير هوين، الإخصاب فيرتلايزيشن بيحصل لما الزيجوت بيتكون، الزيجوت سفورم. أوكي رقم 20 نطلع فوق عشان نشوف ان هيومن ذا زيجوت كونتينز، الزيجوت بيحتوي على طبعا عدد كامل من الكروموسومات اللي هي 46 كروموسوم او 23 زوج اللي هي ايه 23 بيرز، 23 بيرز اللي هي 46 كروموسوم. فيرتلايزد ايج البويضه المخصبه از امبلانتد، بتزرع ها ان ذا لايننج اوف ذا نقط، لايننج يعني مبطنه ها، يبقى الفيرتلايزد ايج از امبلانتد فين؟ في اليوترس في بطانه الرحم، يقصد لايننج هنا معناها البطانه بتاعت الرحم، بتبدا البويضه المخصبه اللي هو الزيجوت بيزرع في اليوترس عشان يبدا يتغذى من خلال البلاسينتا. يبقى رقم 21 هنختار لها ايه؟ رقم 22 ان هيومن ذا بيريود بتوين فيرتلايزيشن اند ديليفري، في الإنسان الفترة الزمنية ما بين الإخصاب والولادة كام شهر؟ 9 طبعا 9 months. أوكي رقم 23 all the following are sexual transmitted disease، أمراض بتنتقل عن طريق الاتصال الجنسي كل ده ما عدا جنوريا ولا سيفيلس بروستيتا كانسر، هي دي بقى كانسر لا ينتقل عن طريق الاتصالات الجنسيه. اوكي 24 ذا انكيوبيشن بيريود، الفتره فتره الحضانه اوف بيوريبرال سيبسيز اللي هي الحمى النفاس، فتره الحضانه اللي هي الفتره الزمنيه ما بين بدء العدوى اللي هي انفكشن وظهور الاعراض سيمبتومز، الفتره الزمنيه لهذا المرض بيبقى تراوح من 1 لـ4 ايام. اوكي رقم 25 نشوف مع بعضنا يا اولاد 25 بتقول all the following are symptoms of uribural sepsis، كل اللي ده من ضمن اعراض مرض حمى النفاس except headache، الصداع ملوش علاقه بالحمى، لكن هاي بادي تمبريشر درجه حراره الجسم بترتفع، في سبيلينج شحوب في الوجه، شيلين كشعريرة. اوكي 26 ميكروب ذات كوز ذا سيفيليس، الميكروب اللي بيسبب مرض السيفيليس. اوكي
اللي هو الزهري، طبعا بيبقى ايه سبايرال بكتيريا، بكتيريا حلزونية الشعر. 27 ذا انكيوبيشن بيريد اوف ذا سيفيلس، معروف قوي فترة الحضانة للمرض ده بيبقى من 2 إلى 3 ويكس. 28 ان ألسر قرحة بتظهر على التيب اوف بينس، على طرف القضيب في الذكر، از ديو تو نتيجة الإصابة بمرض سيفلس مرض الزهري، من ضمن أعراض ظهور قرحة صلبة غير مؤلمة على العضو التناسلي في الذكر اللي هو البينس. أوكي؟ طيب اللي بعده يا محترمين عبارة عن جدول هنختار من بما يناسب إيه. أول حاجة تيستس، يعني إيه تيستس؟ الخصيتين. الخصيتين بقى نختار لهم إيه؟ بروديوس دول بينتج السبرم اند ميل سكس هرمون، هرمونات الجنسيه لدى الذكر، يبقى رقم واحد دي، واحد دي. اتنين الاوفر ده بينتج ايه؟ بينتج الاوفا، اوكي، او بينتج الاوفيوم البويضه، يبقى جي. ابيديديمس دي الانابيب الملتفه اللي بتخزن الحيوانات المنويه، اللي هي فاين كونفوليوتد تيوبس ذات ستور سبرم، بي. فالوبيان تيوب، قناة فالوب دي بتعمل ايه بقى؟ ريسيف بتستلم ذا فيميل جاميت اللي هي الاوفيوم، قناة فالوب بتستلم دي عشان توديها لمين بعد الاخصاب؟ توديها للرحم، يبقى رقم 4 اف. 4 يا ولاد، 4 اف. 5 ايه بقى؟ اليوترس The embryo grow and develop inside it، بينمو بتطور الجنين داخل اليوترس الرحم، يبقى 5 A. خلاص؟ اللي بعده يا ولاد true or false، صح وغلط. 1 man can't reproduce asexual، الإنسان لا يمكن أن يتكاثر لا جنسيا، صح؟ true، الإنسان لا يتكاثر لا جنسيا فعلا. man can't reproduce asexual، ان هو بيتكاثر سيكشوال، اوكي، يبقى رقم واحد ترو. اتنين the offspring coming from a sexual reproduction are different from their parent، فولس. النسل الناتج من الاسيكشوال، لا من السيكشوال، اشيل دي كده وخليها سيكشوال. تلاتة production of sperm، انتاج السبرم and the male sex hormone، the function of prostatic gland، no، the function of تو تيست، اشيل بروستيتا وخليها تو تيست. 4 بيقول لك كوريكت، لازم نصحح الغلط. The temperature of test، درجة حرارة الخصيتين، is 4 degree above، 4 درجات أعلى من النورمال، نو غلط، تبقى 2 degree below، أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية بدرجتين. 5 sperm transfer from test to urethra through epididymis، الحيوانات المنوية بتنتقل من الخصيتين إلى اليوريثرا عن طريق الإبيديديمس، غلط، أمال عن طريق إيه؟ الفاز ديفرنس، الوعيان الناقلان، أشيل الإبيديديمس وخليها فاز ديفرنس. 6 the sperm nucleus contains half the number of chromosomes، نواة السبرم تحتوي على نص المادة الوراثية، تمام ترو، رقم 6 فعلا ترو. 7 in a human female the two ovary locate in the lower part of the pelvic cavity، هو طبعا مش pelvic cavity، هي abdominal cavity، فاهمين؟ يبقى رقم 7 false، هنشيل كلمة pelvic ونخليها ايه؟ abdominal، تجويف البطن. 8 human females ovum البويضة في الأنثى is still sphere، آسف ستل يعني مستقرة من غير متحركة، وشكلها sphere shaped، طبعا العبارة true. 9 female puberty feature، خصائص الجنسية لدى الأنثى are related، مرتبطة effect of estrogen hormone، طبعا
سبب الخصائص الجنسيه الثانويه لدى الانثى الاستروجين العباره ترون، يبقى 9 ترون. 10 رقم 10 يا اولاد، 10 the left ovary release one ripe ovum every 28 days. طبعا غلط، left ovary او right ovary بتنتج بيضه ناضجه كل 56، لكن الاثنين مع بعض بيطلعوا 28، كل 28. 11 the progesterone enzyme is responsible for pregnancy to continue، استمرار عمليه الحمل. غلط، مش انزايم، ده هرمون، اشيل انزيم وخليها ايه؟ هرمون. 12 growth of hair in armpit، نمو الشعر في الابط. harshness of voice، خشونة الصوت. growth and develop the breast are from sign of female puberty، كله ده من خصائص الجنسية الثانوية لدى الأنثى. طبعا كل العبارة صح ما عدا كلمة harshness، صوت الأنثى مش غليظ، صوتها بتبقى إيه؟ ناعم، softness. يبقى شيل هارشنس وخليها إيه؟ softness. رقم 13، نطلع لفوق شوية بقى علشان نشوف. 13 the age of menopause، عمر المينوبوس ده اللي هو فترة اليأس عند المرأة، ها؟ سن اليأس. In female range يتراوح ما بين 11 to 14، لا، من 45 ل 55، من 4 to 5 لإيه؟ ل 55، أوكي؟ طبعا ده يا ولاد اللي هي المرحلة العمرية اللي مش بيحصل فيها حمل، فسموه سن اليأس، من 45 ل 55، أوكي؟ اللي هي المينوبوز. طيب 14 فالوبيان تيوب أوبن in the lower corner، في الجانب الأسفل من اليوترس. لا، الفالوبيان توب بتفتح في الجانب العلوي من الرحم، يبقى بدل lower تبقى upper. يبقى طبعا دي غلط، نخليها من 45 ل 55، ودي كمان غلط، بدل lower نخليها upper. 15 يوترس is hollow pear shape، عضوكم مصر الشكل، with muscular wheel وول، بجدار عضلي. طبعا العبارة ترو. 16 the cervix connect، cervix دي اللي عنق الرحم، بيتصل بالأوفري المبيض والزيوتر، بيوصل المبيض باليوترس. لا، عنق الرحم ده بيوصل الفاجينا، المهبل بالرحم، اوكي؟ اسمه عنق الرحم. طبعا ده يبقى كده عبارة خطأ، هنشيل كلمة اوفري ونخليها ايه؟ فاجينا، اوكي؟ رقم 17 ذا فاجينا از ماسكولار تيوب، انبوبة عضلية، ذات اكسبان، تتمدد ديورنج ذا بريجننسي، تتمدد اثناء الحمل، لا هي بتتمدد اثناء الولادة، ليبر، اوكي؟ 18 the ovum ovum is mobile cell، خلية متحركة. على طول الاوفيوم ليست خلية متحركة، static، وطبعا حجمها كبير نسبيا، يبقى العبارة خطأ، ونشيل كلمة mobile ونخليها static. sperm move from vagina، حملات المناعة بتنتقل من المهبل إلى الفالوبيان تيوب خلال اليوترس، خلال الرحم. طبعا وبيتم الاخصاب البويضه في الفالوبيان تيوب. العباره صحيحه، 19 ترو. 19 يا اولاد، 19 ترو. طيب اللي بعده رقم 20 هيومن فيميل اوفري برودوس اونلي وان رايب اوفيوم اون ذا 28 دايز، في اليوم رقم 28 من المنسترال سايكل. احنا قلنا غلط، في اليوم 14، اوكي؟ 21 ذا سبيرم سكريت هرمونز تو ديزولف،
السبرم بيفرز هرمونات، حوالين المنوية بتفرز هرمونات عشان تدوب السيلولار ميمبرين، الغشاء الخلوي بتاع البويضة، عشان يعرف يخترقها ويتم الإخصاب. طبعا هو مش بيفرز هرمونات، هو بيفرز انزيم، يبقى العبارة خطأ. The fertilized ovum contains a complete number of chromosomes، العبارة دي صح. البويضة المخصبة تحتوي على عدد كامل من الكروموسوم، الإجابة true. هلا قربنا نخلص الصح والغلط. رقم 23. 23 بيقول لك ايه بقى في 23؟ after fertilization the zygote transfer to the vagina، بعد الاخصاب الزيجوت بينتقل الى الفاجينا، لا بينتقل الى اليوترس. هشيل الفاجينا واحط كلمه يوترس اللي هو الرحم. 24 the period between، الفتره الزمنيه ما بين الفيرتلايزيشن اند ديليفري والولاده تسمى انكيوبيشن، لا الفتره ما بين الاخصاب والولاده اسمها فتره الحمل، بريجننسي مش فتره الحضانه، اسمها بريجننسي. رقم 25 the pregnancy period in human being takes 28 weeks، خلي بالك فترة الحمل بتاخد 28 اسبوع، لا هي بتاخد 9 شهور، لو حسبناها بالاسابيع يبقى 4 في 9 ب 36، الشهر في 4 اسابيع، 4 في 9 ب 36 هو كاتب 28، لما اقول له 9 months لما اقول له 36 weeks. اوكي اللي بعده اليوترين كانسر is a genital disease، مرض تناسلي which doesn't arise، لا ينشا من السيكشوال كونتاكت. طالما كانسر، الكانسر لا ينتج ولا ينشا من الاتصال الجنسي، تبقى العباره ترو. طب الفوايد كانت غلط. 27 بيوريبرال سيبسيز اللي هو حمى النفاس ديزيز كان انفكت، بص ممكن يصيب الميل والفيميل، غلط بيصيب الفيميل اونلي. The incubation period، فترة الحضانة of urobral sepsis، فترة الحضانة لهذا المرض اللي هو حمى النفاس range from 1 to 4 weeks، لا من 1 ل 4 days، العبارة خطأ. اوكي بدل weeks نخليها يا ولاد نخليها days. اللي بعده رقم 29 bad smelling secretion، افرازات الروائح السيئه from the uterus is from symptoms، من ضمن الاعراض بتاع السيفيليس ديزيز ظهر، لا غلط ده من ضمن اعراض مرض ايه يا اولاد؟ المرض اللي هو بتاع البروبرال سيبسيس. اوكي يبقى رقم 29 عباره خاطئه وهي من اعراض بروبرال سيبسيس اللي هي ايه؟ حمى النفاس. طيب سيفيليس ديسيز مرض الزهر is caused by spiral bacteria، يبقى رقم 30 عبارة صحيحة انه فعلا ينشأ هذا المرض نتيجة بكتيريا حلزونية. 31 سيفيليس ديسيز can be transmitted by inhalation، مرض الزهر لا ينتقل عن طريق التنفس، بينتقل عن طريق sexual contact الاتصال الجنسي. 32 the incubation period، فترة الحضانة of syphilis range يتراوح ما بين 1 to weeks، السيفيليس زهري فترة حضانته من اسبوعين لتلاتة، يبقى between 2 to 3 weeks، فاهمين يا ولاد؟ هنخلي هنا ال 1 دي 2 ودي 3. اللي بعده يا محترمين appearance، اخر سؤال في ترو اور فولس، ظهور تيومرز اعراض، اسف ظهور اورام في الكبد والعظام واجزاء من الجينيتال اورجان الاعضاء التناسليه فروم ذا سيمبتومز، من اعراض السيفيليس ديزيز، هي مش من اعراضه هي من مضاعفاته، فهشيل كلمه، هي طبعا عباره خطا، هشيل كلمه سيمبتومز واخليها كومبليكيشن. اوكي بكده يا اولاد الصح والغلط خلص. ممكن نكتفي بكده علشان وقت الفيديو ما يطولش،
والفيديو القادم هحل معاكم بقى ساينتفك تيرمو كومبليت. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله.